هنتكلم النهارده عن الكوكسيديا. الكوكسيديا ديت طفيل بيأثر على الدواجن، وبيأثر برضو على فصائل كتير من الحيوانات والدواجن، تؤدي إلى مشاكل اقتصادية كبيرة، تعمل نافع، تعمل انخفاض في إنتاج البيض كتير في قطعان البياض. هنتعرف النهارده على الطفيل ده وعلى أسبابه وعلى طرق انتقاله وعلى الوقاية والعلاج بتاعه. وقبل ما نعرف الحاجات دي، لو كنت أول مرة تدخل على القناة بتاعتنا، من فضلك انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة، تطلع برضو على الفيديوهات القديمة الموجودة على القناة هتستفيد منها كتير، ولايك للفيديو ده إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طفيل بيأثر على الدواجن اسمه الكوكسيديا. طفيل يعني بيتطفل على جسم الطائر، بيمتص الغذاء بتاعه وبيسبب له مرض، وحد ما يعمل ايه فيه نافق ويعمل فيه ايه انخفاض في انتاج البيض لو كان قطعان بياض. طفيل الكوكسيديا ده بيأثر على فصائل كتير من الحيوانات برضو وعلى الدواجن، يعني بيأثر على المواشي، وبيصيب برضو الأغنام والماعز، وبرضو بيصيب عندنا الأرانب، وبيصيب الرومي، وبيصيب الحمام، وبيصيب الدواجن برضو بكثافة عالية. طفيل الكوكسيديا ده موجود منه 9 أنواع، لكن الأنواع المشهورة واللي أشد شراسة هما 5 أنواع بيأثروا على الطائر. ازاي بيأثر طفيل الكوكسيديا ده على الطائر، وازاي بتنتقل العدوى له؟ بتنتقل العدوى بطفيل الكوكسيديا للطائر عن طريق ان الطائر بياكل وبيلعق اي مواد فيها الاوسيست. الاوسيست الحويصلات بتاع الكوكسيديا. الحويصلات بتاع الكوكسيديا دي بتبقى موجودة في الفرشة بتاع العنبر، يعني موجودة في المكان اللي هو الأرضية اللي هي تحت الفراخ اللي هي السبلة، سواء كانت في العنبر، سواء كانت في بيت، سواء كانت في أي مكان. لكن اللي بيربوا في البطاريات ما بيبقاش فيه كوكسيديا كتير، لأن ما بيبقاش فيه فرشة وسبلة تحت إيه؟ تحت الطائر، لأن السبلة ديت هي اللي بيعيش فيها الأوسيست أو الحويصلات بتاع الكوكسيديا. لما يجي الطائر بينقر في السبلة ديت، فبياخد الحويصلات ديت فبتنزل في الأمعاء بتاعته، فبتبدأ إيه؟ تعمل له المرض. لذلك دورة حياة الكوكسيديا ديت بتنقسم لقسمين، قسم في جسم الطائر وقسم على أرضية العنبر. القسم اللي في جسم الطائر ده بيبقى فين؟ بيبقى في أمعاء الطائر. طفيل الكوكسيديا بيتطفل على أمعاء الطائر، على الجدار على الجدار بتاع الأمعاء، بيخترق هذا الجدار، بيسبب نزيف داخلي، فلذلك بتلاقي فيه إسهال أحمر مع الكوكسيديا. لذلك بيسموه مرض الإسهال الأحمر أو الإسهال المدمم. في دم نازل في الزرق بتاع الطائر بسبب ان الكوكسيديا دي بتتطفل على الامعاء وبتخترق جدار الامعاء، فبتعمل ادماء، فبتعمل ايه؟ نزيف داخلي، فبتؤدي الى ان الزرق بتاع الطائر بتاع الفرخه بيبقى ايه؟ لونه احمر، بيبقى مدمم. ده الجزء اللي هو ايه؟ بتاع دوره الحياه اللي بيبقى ايه؟ في داخل الامعاء الطائر. في جزء تاني من دوره الحياه بتاع الكوكسيديا بتبقى على الأرضية بتاع العنبر. لذلك الكوكسيديا دي بتنتشر في العنابر اللي هي مفتوحة، اللي هي العنابر الأرضية اللي هم بيربوا على النشارة أو على التبن أو على إيه؟ أو على السبلة عامة. فلما بينزل الطفيل ده، لما بتنزل الحويصلات دي من الطائر في الزرق في الخراج بتاع الطائر، فبتنزل في الأرضية بتاع العنبر في السبلة، فمع شوية رطوبة فبتتحوصل، فبيجي بعد كده طائر تاني ياخدها، فبتعمل له ايه؟ المرض، وبتكمل الدورة بتاعتها. لذلك لما نيجي نقي نفسنا من الكوكسيديا ونعالج الكوكسيديا، لازم نعالجها ونقي نفسنا على المحورين دول، على محور الطائر وعلى الايه؟ وعلى أرضية العنبر. طيب ايه هي أعراض مرض الكوكسيديا؟ أعراض مرض الكوكسيديا بنلاقي إن الفراخ بتبقى منتفشة الريش،
تبقى منكمشه وواقفه لوحدها كده وفي خمول ومفيش اقبال على الاكل، بيبقى في عندنا زرق لونه احمر مميز جدا من علامات الكوكسيديا، ان بتلاقي في زرق مدمم، في دم في الخراج بتاع الطائر، واحيانا الدم ده بيتحول الى اللون البني او اللون الاسود لو تجلط في امعاء الطائر، فبينزل ايه بيبقى لونه اسود. ده من العلامات المميزه من علامات مرض الكوكسيديا. بيبقى في انتفاش في الريش، بيبقى في جفاف، لان طبعا الطائر في نزيف داخلي وما بياكلش، فبيحصل له جفاف وبيحصل انخفاض يعني حاد في الاوزان، انخفاض حاد في الاوزان مع طبعا ايه مع ضعف التحويل. برضو لو الكوكسيديا شديده جدا بتعمل نافه، النافه ده ممكن يصل لحوالي 40% لو اتسابت من غير علاج. ولو القطيع ده بينتج بيض، لو قطيع بياض، لو فراخ بتبيض، هيؤدي الى انخفاض البيض بنسبه كبيره ممكن تصل الى 25% من انتاج البيض. ده بالنسبه للاعراض اللي احنا بنشوفها على الطائر. طب ازاي بنقي الطيور بتاعتنا من الكوكسيديا ده؟ خصوصا ان المرض ده بيزيد اكتر في الشتاء، في فصل الشتاء وفي دخلة الشتاء، نظرا لزيادة الرطوبة، نظرا لزيادة الرطوبة بتاع الفرشة بتاع العنبر. ازاي نقي نفسنا من المرض ده؟ عشان نقي الفرخ بتاعتنا والقطيع بتاعنا من المرض ده لازم نشتغل على محورين، المحور الاول على مستوى الطائر نفسه، والمحور الثاني على مستوى الأرضية بتاع العنبر. على محور الطائر لازم نكافح الكوكسيديا. ازاي نكافح الكوكسيديا؟ ان احنا بنضيف مضادات كوكسيديا على العلف من اول يوم لاخر يوم، من اول يوم لاخر يوم. يمكن معظم المصانع دلوقتي بتضيف مضادات كوكسيديا على العلف لو انت هتشتري العلف جاهز، لكن لو هتركب العلف حضرتك لازم تضيف مضادات كوكسيديا على العلف، لان الكوكسيديا دي مرض ملازم للفراخ اللي هي بتتربى على الارض، اللي بتتربى على النشاره على السمن، مرض ملازم لها الكوكسيديا ده، فلازم بيظهر على طول. فلازم حضرتك بتحط حاجات وجرعات وقائيه على العلف عشان تقي القطيع بتاعك من شر المرض ده. وبرده بننزل جرعات وقائيه على الميه كل فتره كده، يعني مثلا مرتين ممكن في الدوره، ممكن على يوم 11 12 لحد يوم 14 ممكن ننزل في الايه في الفتره ديت، بننزل جرعه وقائيه، وبرده بننزل جرعه وقائيه تاني عند يوم 24 25، دي بتبقى ايه جرعه وقائيه للكوكسيديا. ده بالنسبه للوقايه عشان ما يظهرش عندك. طيب لو دخل المرض عندك ولقيت القطيع بتاعك مصاب بالكوكسيديا، ولقيت فيه اسهال مدمم، ولقيت فيه نافق، ولقيت فيه انخفاض في الاوزان، ولقيت فيه عدم اقبال على الاكل، ولقيت فيه اسهال مدمم، دي العلامه المميزه. هتعمل ايه؟ هنبدا نعالج الكوكسيديا، هننزل جرعات طبعا زايده عن الجرعات الاولانيه، الجرعات اللي احنا بنحطها على العلف ونحطها على الميه بتبقى جرعات وقائيه، فبتبقى ايه جرعات بسيطه. انما احنا هنا هنبدا ننزل جرعات زايده على الميه. في انواع كتير من مضادات الكوكسيديا موجوده في السوق، موجود عندنا السلفا، موجود عندنا الامبروليوم، موجود عندنا الدايكلازورين، موجود في انواع كتير موجوده في السوق، والسوق مليان يعني، والادويه البيطريه فيها كتير من مضادات الكوكسيديا. فبتنزل مضادات الكوكسيديا دي على العلف، وان شاء الله القطيع بتاعك بيعدي ايه اخي. بنذكر في الاخر ان الكوكسيديا دي مرض بيعتمد الاول على الوقايه، اهتمامك بجفاف الفرشه، واهتمامك بتهويه العنبر كويس، واهتمامك بان مفيش يكون في رطوبه في الفرشه، يعني بتنظف السقايات القديمه اللي بتوقع ميه بتشيلها، لو في خطوط نبل، لو انت عندك خطوط اوتوماتيك في خطوط نبل بتنقط ميه على الارضيه لازم بتصلحها، عشان الميه اللي بتنزل على الارض دي بتعمل رطوبه وبتساعد على النمو وتحصل الاوسيست اللي هي بتاع الكوكسيديا، فبيجي الطيور تلتقطها وتنقر في الارض وبتاخدها فبيجي لها كوكسيديا. فلازم الجفاف بتاع الارضيه، لو في رطوبه طبعا بتغير الارضيه، بتضيف جير مطفي على الارضيه، فالجير المطفي ده بيساعد على جفاف الارضيه، فده الوقايه من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاهتمام بجفاف الفرشه. والخلاصه ان الكوكسيديا من الامراض الطفيليه، يمكن هي ما بتسببش نافق كتير زي الامراض الوبائيه الفيروسيه زي النيوكاسل والانفلونزا، لكن
السلبية بتسبب خسائر اقتصادية كبيرة في التحويل وفي الأوزان، يعني بتخفض الأوزان، يعني ممكن لو الأوزان عندك عالية بعد فترة هتلاقي حصل مزيد، حصل جفاف، حصل انخفاض في الأوزان حاد، وده بيأثر على المشروع بتاعك وبيؤدي إلى الخسارة في النهاية، لأن أنت بتعتمد على التحويل وبتعتمد على الأوزان، بيديك طائر طبعاً تعبان، فالطائر التعبان ده ما بتعرفش تبيعه فبيؤدي إلى الخسارة في النهاية. هي برضه بتساعد على نمو ونشاط ميكروبات أخرى زي الكوليستريليا، بتساعد إن أنت حضرتك الفيروسينات والتحصينات اللي بتحصنها ما بيبقاش لها لازمة، لأن مناعة الطائر مطلوبة والطائر عنده إيه؟ عنده نزيف داخلي ومفيش استفادة من العلف. وأتمنى إن شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولايك وشير للفيديو لو حسيت إن غيرك هيستفيد بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.